ما يمثلون إلا أنفسهم. إحنا اللي يمثل الشعب العراقي اللي ينزل ويا الجمهور ويشوف مطالب المتظاهرين، يستخدمون العنيف، يضربون المتظاهرين، شو يسوون؟ إحنا باقين بالساحات وإحنا داعمين ساحات الاعتصام ومع المتظاهرين، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكل الوزراء، الشعب اللي جابهم واختارهم، وهسا الشعب يطلب من عندهم استقالة من الحكومة وحل الحكومة وإيجاد بديل، حل الحكومة الطائفية. احنا ما نريد حكومة طائفية ولا نريد محاصصات، شعب واحد وعراق واحد ومطالب وحدة من البصرة للموصل. احنا هاي الحكومة ما نريدها لأن ما شفنا خير معدها من 2003 ل 2019، ما شفنا كل خدمات بيعض وطلعنا عليهم يا بريد حقوق ريد هيجي ريد هيجي، ما حد ينفذها. فمن ما منفذونا احنا نقول لكم ما نريدكم، نريد حكومة وطنية من الدستور. يعني الشعب ماكو، ما اريد احزاب، لان الاحزاب شفناها ما ادت دورها للمواطن وما خدمتنا، كل حقوق ما شفنا من عندها، مصالح بس مصالح شخصيه مالتي ومالتك واللي ولك، والشعب تايه. هذا الشعب شفتوه كله طالع تايه، لا تعيينات ولا خدمات ولا كل شيء، ابسط حقوق هسه كل شيء ما شفنا من عندكم. وانا لقيتوا شركات نطبوهم ونطبوا نوظفكم ونعينكم، تعال كل شيء ما شفنا غير بس الخراب من عندكم. وان شاء الله ان شاء الله احنا باقين لتغيير الحكومه والا انتخابات حره نزيهه، وغير هذا ما اريد. يا اصلح يسولفون بي، هو طلع عادل عبد المهدي قال احنا خلال حكومه خلال 10 اشهر او سنه ما تقدر تقدم شيء. المالكي قبله 4 سنوات قال احنا ما نقدر نقدم شيء خلال 4 سنوات، اعطيناه فرصه 4 سنوات اخرى 8 سنوات قاد البلد الى هاويه الحكومه، يعني صرنا اخر منطقه في الوسط العربي، يعني المسحنا من الخارطه. اجوا عصابه احتلت العراق بحكومة المالكي، وطلع هسه عادل عبد المهدي يقول احنا خلال 10 اشهر ما نقدم، ولو يبقى بعدها 120 سنه هم نفس الحكي ونفس ما يقدمون اي شيء. احنا اليوم نطالب، احتجينا وتظاهرنا واعتصمنا، نطالب بالعصيان المدني، اسقاط الحكومه، ورا اسقاط الحكومه انتخابات رئاسيه وليس برلمانيه، اذا برلمانيه راح نرجع المربع الاول. همين الاحزاب راح يطببون اشخاص والطب كل من ياخذ مقعد، واحنا همات نرجع هم نصعد، وهم عندنا 30 او 40 او 50 مصعد او مقعد، وهم يقول انا يابا ما اقدر تقدم شيء للحكومه. نظام رئاسي يصعد واحد معروف، هذا النظام الرئاسي نعرفه، قدم شيء للشعب، قدم ما قدم هم يطلع عليه الشعب. مو هسه ابو رئيس الوزراء يقول مو بيدي، البرلمان يقول مو بيدي، العده 50 مقعد يقول ما اقدر، ذاك واحد يذبح خانة الثاني. رئاسي، حكومة رئاسية، نطالب الحكومة الرئاسية وليس البرلمانية. يعني بالبداية الرحمة والخلود لجميع الشهداء الذين سقطوا في ساحات الاعتصام، ساحات العز والكرامة، الذين خرجوا ضد هذه الحكومة الفاسدة والأحزاب العميلة والتي دمرت العراق، والشفاء العاجل لجميع الجرحى. طبعاً أنا الرقم هذا قد أختلف وياك به، 350 هي الأرقام المعلنة، لكن أنا أعتقد أنه الأرقام أكثر بكثير مما ذكر. المسؤول الأول والأخير هو الحكومة، لأنه الآن أعلى سلطة في ذيب البلد، فبالتالي إن كانت هي المنفذة أو كانت هناك جهات أخرى منفذة، لكنه بالتالي المسؤول الأول والأخير عن كل هذه الضحايا هي الحكومة. إحنا بالنسبة لنا يعني الثورة أو الانتفاضة في عمرها الثاني، والآن نشوف سقف مطالب المتظاهرين، البون الشاسع بين سقف مطالب المتظاهرين وبين ما تقدمه الحكومة أو السلطتين التنفيذية والتشريعية من حلول ليست لها أي قيمة ولن تحل شيئا من المشكلة. هؤلاء يلعبون على الوقت، يراهنون على أن الشعب سوف يتعب، سوف يعود بعد أن يلعب عامل الوقت دوره لصالحهم طبعا، وهذا الرهان خاسر بالنسبة إليهم. وأن أي حكومة تقوم بهذا القمع وبهذا الظلم وبإسالة هذه الدماء
من أبناء شعبها لا لشيء إلا لأنه يطلب حقوقه المسلوبة منذ 16 عام مصيرها هو إلى الزوال. فأكو نقطة مهمة أحب أوضحها للمدعو عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي اللي إجى ببرنامج حكومي كان طموح جدا، وممكن أكثر أبناء الشعب العراقي كانوا متفائلين أو يحاولون أن يقنعون أنفسهم بالتفاؤل بأنه سوف يحدث تغيير ما، ولكنه ظهر أنه أسوأ من كل الذين سبقوه، وكلهم سيئين طبعا لا خلاف أنهم كلهم سيئين وهو لا يختلف عنهم في السوء. لما نطرح عليه موضوع الاستقالة أو تسليم السلطة ادعى أنه سوف يترك فراغ دستوري. طبعا أنا أعذره لأنه هذولا أولا لا مطلعين على التاريخ ولا مطلعين على السياسة ولا عندهم أي ثقافة، هؤلاء مجرد ناس أتوا من شوارع من عواصم الدول وحكموا العراق في غفلة من الزمن. أقول له هناك أمثلة كثيرة على دول حصلت فيها ثورات ولم يحصل فيها فراغ دستوري، وأوضح مثال على ذلك هو ما حصل في مصر عندما حصلت ثورة على نظام حسني مبارك وقدم استقالته، تم تسليم السلطة إلى رئيس المحكمة العليا في مصر وأدار البلاد لفترة انتقالية لحين إجراء انتخابات. فعلى الأقل أنه يقوم بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإن كان البعض قد يختلف معي في هذا الطرح لأنه قد تكون لديه بعض المؤشرات، ولكن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المعول عليها الآن في العراق. فأقترح على عادل عبد المهدي وعلى الأحزاب إن كانت فعلاً تريد الإصلاح وتريد حق دماء العراقيين أن تقوم بتسليم السلطة إلى مجلس القضاء الأعلى وتحل المشكلة، وشكراً جزيلاً. بس الحكومة جاي يطلع وزير الداخلية يقول ما نقتل متظاهرين، يطلع رئيس وزراء يقول ما جاي ما نقتل متظاهرين، يطلع وزير الدفاع يقول ما نقتل متظاهرين، لا هذول من يقتل متظاهرين؟ لكنهم يتبرون يقول ما نقتل متظاهرين إحنا، زين معممهم وفنديهم وكلهم يقول ما نقتل متظاهرين. بالنسبة إحنا كناشطين بالنجف الأشراف كمتظاهرين باشر اتفقنا دوام ماكو، أغلب مو أغلبية ثلاثة أربعة على النجف كالتفاق باشر تجمع هنا الساعة بالستة دوام ماكو. يعني شنو الفائدة أنا داوم وأخو شهيد؟ شنو الفائدة أداوم وبلدي مسلوب؟ يعني هذا باشر ابني يتخرج من المدرسة، أنا سعد بالخامس علمي ولدي باشر يتخرجون من المدرسة، شنو مستقبلهم؟ ماكو مستقبل. شنو باقين أنتم بالبلد هذا؟ دمرتوا البلد صار لكم 16 سنة، شنو حكمتوا بهذا البلد؟ شنو سويتوا بهذا البلد؟ زين انتم دمرتوا البلاد، ثلاث ارباع البلاد دمرتوها، دخلتونا داعش، بعتونا سبايكر، ذبحتوا شبابنا جمعتوهم بسبايكر وذبحتوهم، حاسبتوا سبايكر، حاسبتوا رئيس الوزراء السابق نور المالكي، ما حاسبتوه قعدتوا وياه، من باع العراق ثلاث ارباع المحافظات باعها، جاي تضحكون على الشعب انتم؟ كافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذي اول مطلب عندنا قالت الحكومه، حكومه عادل عبد المهدي. هاي اول ومحاسبه الذين قتلوا المتظاهرين، هذا طلب يعني انا اتمنى كل متظاهر يسمع. اول شيء قائد عادل عبد المهدي وحكومته وحل البرلمان ومحاسبه الذي قتل المتظاهرين، لان هاي دماء مو هينا عند رب العالمين. 500 اكثر من 500 قتيل واكثر من 20,000 جريه، لا كانوا طابين معركه، شنو وين احنا معركه طابين؟ هاي واحدة، ومحاسبتهم محاكمة عادلة وقضاء عادل، مو قضاء عادل هذا مدحت المحمود وتربية مدحت المحمود اللي ياكل يتعشى ويتريق نور المالك وربع مالكي، لا غيره. وثانيا من هذا تبديل الدستور، انها تبديل الدستور كله البيئة فادة يخلوه، ما بيئة فادة يكون يوخروها. الثانية تبديل قانون الانتخابات، ولو انا مو اختصاصي بس اكو اختصاصيين هم يعرفون شلون يبن، اكو قانونيين، اكو محامين، اكو قضاة، احنا ما نريد نقفز على فوق قابليتنا، كل من عقله محدود. احنا مثلا بسينا على الدستور هاي اكو فقرات ما اعرف حقيقه يعني، بس اكو اختصاص، اكو جماعه ساعدنا من المتظاهرين ناس مثقفين ويفتهمون وهاي يعرفون يديرون الامور ويعرفون يغيرون المفوضيه ويغيرون هذا الانتخابات، وهم وانا اشكر هاي الفضائيه واشكر كل فضائيه ساهم بتجي لنا من المتظاهرين وتدعمه. شكرا جزيلا. حقيقة انا اول شيء احب اشكر هاي القناه الفضيله
يعني هي او هي او غير القنوات، لان وقفت وقفتها وياني. وانا بالبدايه اقول وارجع اقول عادل عبد المهدي ما اريده، خليه استقال يا اخي، خليه استقال باق نهب سلب كتل الشهداء، يعني يا هو اللي تحمل ذنبهم هو، واحنا نوجه الاتهام اليه ولهاي الكتل هاي السياسيه كلها حراميه، شلع قلع كلهم حراميه. انا صار لي 20 يوم بايت هنا، والله 20 يوم بايت هنا، وحق لا اله الا الله، المدارس عفناها، طالب ما حد فنوناني عفتها، والله عفتها، ما اريد يا اخي ما اريد. يعني احنا بامكاننا نحرق البنايات، نحرق كل شيء نسوي احنا، بس احنا لازمتنا احنا يعني من داخل عقولنا سلميه، قاعد نقول سلميه يا اخي سلميه، تقتل العالم اليمن سلميه، يعني ما يحتاج لا قتل لا فتشي دوامات، بالنسبه لنا ما اريد حتى مدارس بعد ما اريد، لا اريد تعيينات لا اريد. عمي قيلوا الحكومه لزقتوا، خب ما لزقتوا، يعني ما يصير هيك حكي. طبعا احنا ما نبحث على عادل المهدي، احنا نبحث على ثلاث حكومات راحت تستلم من 2006، من نور المالكي، من حيدر عبادي، من عادل عبد المهدي. هسه احنا نطلع مو على مود عادل عبد المهدي، الحكومات السابقه وين شتوا العاد؟ زين انتم تقولوا راح نعطيكم 45 يوم، صاركم 16 سنه، لا توجهتوا العاد. شنو هالكذب هذا؟ تخدير حساب. زين عندنا 100 مليار موازنة العراق، ايش قد؟ 100 مليار مو صح؟ 100 مليار دولار وين راحن؟ نص ميزانية لهم، والعراق باقي تسول اغنى دولة، وردة النفط وين؟ المواطن تلحق حصة 500 دولار كل شهر لو ترجع بالصدق. خلص من الطاقة، جاء طاقية ثاني لازم هو كم واحد قتل هسه؟ هو يتحمل المسؤولية. هسه شو يقول؟ يقول ما له علاقة. لعب من الاعلام وزير الدفاع يقول اكو طرف ثالث، من الطرف الثالث؟ متظاهرين. هسه احنا على ما طالعين على الحكومه، طالع على نفسه يا لا، هم يتحملوا المسؤوليه، هاي الحكومه ما ريدها، لزقتوا طلعوا شنو فين شركم؟ احنا شعب، احنا مصدر السلطه، احنا جبناكم وقعدناكم، ومن طلع انتخب؟ اكو واحد انتخب؟ 2018 ما حد انتخب، هم بيناتهم ترى هم جيب كتله الاكبر كتله الاصغر. عم العراق هذا 40 مليون عراقي، اكبر من كتله الاكبر ولا كتله الاصغر، فهي سالفه تعبانه، خلي العراق يعيش. كيفنا وراح صدام، انقص من صدام انتم جيتوا ما سويتوا ليش الشعب. هذا البرلمان انا احترمه حلقه زايده، عندنا هسه 330 عضو يستلمون رواتب يبوقون، فايدتهم شنو؟ مسوي شيء للشعب؟ الشعب الحكومه بتعطيكم شيء؟ مو صح يا غلط؟ 16 سنة ما سووا شيء. زين المفروض نلغي هذا البرلمان، هاي الأموال وين تروح؟ خزينة الدولة، خلي الناس هاي وظائف، ناس حقوقها، نتر تعبنا وملينا، ويومية واقع من عندنا شهيد، وهاي شيوخنا تطلع ده هاي عادل عبد المهدي ما أدري يعني شرد يعني ما أدري وش وصفه، وهاي هوسة إلهم. أقول له موش من الزلم هاي النماذج، لازم من مزامط ولا زلم هداد، ذول اهل العقل هيهات حربيه شحكي بعد، ولساني ما بي حيل، طرقاعه لفتنا بذيول الايرانيه، تنجده وسئله ويقول انا شعليه، هاوي شيخ الطبي يا معادل، هاوي شيخ الطبي يا معادل، هاوي شيخ الطبي يا معادل، ما ينعد رجال شيخ الطبي، ما ينعد رجال شيخ الطبي يا معادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نشكر قناتكم الذي توصل صوت الحق. إحنا ما طالعين أهل النجف غير سلمية، إحنا طالعين بهذا علم الله أكبر، لا طالعين نسوي شعوذة ولا طالعين نحرق ولا هاي. إحنا سائلنا هنا ما يقارب تقريبا 28 يوم، وراح نظل منا لمن يعطونا حقوقنا. احنا حقوقنا صار لنا 17 سنه ويا هاي الحكومه ما اعطتنا فد شيء ملموس. احنا ضريبه سنويا، انا عندي سياره ضريبه سنويتها ما يقارب 500 الف دينار سنويتها. قدمت هنا شيء لا قدمت هنا على قطعه ارض، انا مواطن من حقي، هاي القاع من حقي، قدمت على قطعه ارض، قدمت عليها هنا يردون مني رشوات ما يقارب يساوي اضعاف القاع، عفتها ورجعت، ظليت اشتغل عامل. شبابنا تدمرت من وراء هاي الاحزاب،
شو اسمه شو اسمه هذا يدرس الطالب، الطالب يدرس يقضي عمره اخر شيء يجي على الوظيفه يشتغل عامل بلديه. عامل بلديه يشرفك انت المسؤول يشرفك لان قاعد ينظف، قاعد ينظف الوطن. انت ايش سويت للوطن؟ عامل بلديه 10,000 يوميته، لا والله ما يستاهل ازيد وازيد. وانت البرلمان، البرلمان قاعد تعطي 30 مليار ما ادري ايش قد وغير اللغف. احنا ملينا من هاي ومليانا من الاحزاب، ملينا من الاحزاب ومليانا من هاي الحكومه. احنا لو نموت نموت بشرف، لو نموت بشرف بهذا العراق ما نطلع الخارج الدول، ما نطلع. احنا كلمه الله اكبر نضل عليها. عم شبابنا راح واحنا طالعين سلميه للنجف، واحنا بطالة اهل النجف عمي، وما نخاف. تعرف شلون؟ وشهدائنا ما ناسيها، شهدائنا ما ناسيها، مال بغداد ومال كربلاء والله ما ناسيها. فدعم شنو؟ احنا ما نريد نخرب العراق، احنا صابرين وهاي، ما نريد نخرب العراق لان بلدنا غالي علينا. انت بلدك مو غالي عليك لان انت مو من اهل البلد، انت مو من اهل البلد، انت جاي لفو. فهذا بلد انا خايف عليه. هسه انت من عندنا وبينه، من عندنا وبينه تبوك بينه، من عندنا وبينه السكينه بعيوننا. ليش؟ ما يصير، ما يصير. يعني انا من عنده ابويا قاعد يقاتلني، اقاتله؟ لا ما اقاتله، خليه يقتلني، خليه يقتلني بباطل، خليه يقتلني، خليه يقتلني بباطل، خليه يقتلني. فداني ما مد خليه يقتلني، خليه يقتلني بباطل، خليه يقتلني. فداني اظل شايل علم الله اكبر واظل اقول من توصل. وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمقدمة نشكر الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه على هذه الوقفة المشرفة. بالنسبة مطالب الشعب العراقي هي مطالب صارت واضحة وضوح الشمس، وكل السياسيين وكل العالم عرف هذه المطالب. القضية أنت يا سياسي رجع لي هيبة البلد، رجع لي هيبة العراق، رجع لي هيبة القانون، رجع لي هيبة المدارس الحكومية، رجع لي هيبة المستشفيات الحكومية، رجع لي هيبة الزراعة، رجع لي هيبة الصناعة، رجع لي هيبة العدالة، رجع لي، رجع لي هذا العراق، هذا العراق يستاهل. احنا القانون، القانون فوق الجميع، اسم العراق فوق جميع الأحزاب. احنا نوجه ندائنا، نوجه ندائنا إلى القضاء العراقي. اسم العراق، اسم العراق أكبر، أكبر من كل الأحزاب. اسم العراق أكبر من كل الأحزاب. فعليكم أن تضربوا بيد من حديد لكل من تجاوز على المال العام، لأن هذا الشعب هو شعب مسكين وضحى، وضحى من أجل هذا البلد. انظروا، انظروا إلى أطفال العراق، انظروا إلى نساء العراق، انظروا إلى كبار شيوخ العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية كلامي أتقدم التحية لقناتكم ولجميع القنوات التي تنقل المتظاهرين إلى الأجواء العالم. أما كلمتي الثانية أتفضل بالشكر إلى جميع شيوخ العشائر التي رفضوا دعوة عادل عبد المهدي، وهذه إهانة كبيرة لعبد المهدي. ومع الأسف أقول مع الأسف للشيوخ التي ألتقوا به وباعوا دماء الشهداء. إن كنتم حريصين فقدموا استقالتكم حفاظا على الكرامة، لقد الشعب يعني عجز بتقديم الإهانة لكم، ضربكم يعني احترام للسامع، ضربكم بالنعل، داس على رؤوسكم، احتار ماذا يفعل. أثبتوا للعالم أجمع أن السياسي العراقي لا يملك ذرة من الغيرة ولا الشرف ولا الكرامة. مع الأسف أصبحتوا أنتم اليوم تقودون العراق، بس إن شاء الله نهايتكم قريبة. Hey, it's good.
المظاهرات السلميه طلبات المتظاهرات عندنا واحنا نريد تشكيل لجنه من قبل الامم المتحده لا فيد خضار بيسمونه ولا فلان يجون قضاة من
ابن ابي طرفان الصلاه مو راحوا العدل وغير عادل هذول العدل مبدأ والعراقيين راحوا ما مثلهم الحراق ذول عملاء هذول السلم اللي بيعوا لو لبحت زعل وفد من قهر صبحها قالوا لي مات الفرح بس الزعل صالحها وقالوا لي مات الوطن وقريت يا موطن يا موطن ما قلت اي اسف يا الاعمار هلا بكم والنعم منكم بغداد الثانية تلقى يشه الغسالة وبين صبغ الدجالة لولين ما بيهم غيره نحن مستمرون باعتصامنا وتظاهرنا لحتى تنفيذ المطالب لا نقبل بالإصلاحات الترقيعية بل نريد تغيير جذري طالبنا ومنذ وقت طويل أنه ليس الإصلاح وإنما التغيير هو هدفنا من خلال قناتكم الكريمة تحية إلى أبطال ساحة التحرير وكل ساحات العراق مستمرون إن شاء الله حتى التغيير فاليوم أخواننا كلكم ويانا إن شاء الله سلاحنا هذا صح؟ طيب المطالعين طالعين
نريد حقوقنا، حقوقنا مسلوبة. وكل احنا نعرف انه هاي الاحزاب، معظم هاي الاحزاب الفاسدة هي اجت من قبل امريكا وايران. ليش نضمها؟ اليوم اللي يعني الملعب العراقي بالساعة العراقية العضو الفاعل هو امريكا وايران، فهم تقاسموا الكعكة. فاليوم هاي الحكومة اللي صار لها 17 سنة هي كانت مدعومة، معظمها مدعومة من الجمهورية الإسلامية اللي قالت علينا شغب مع الأسف يعني. وأمريكا خلقت اتفاقية أمنية ويامن وهي أحزاب الفاسدة، صح لو لا؟ صحيح. يا أمريكا الاتفاقية الأمنية اللي تحمين الشعب العراقي، اليوم هاي الحكومة تقتل المواطن وهو شايل العلم. وين أمانك يا أمريكا؟ اتفاقية المزعومة اللي يضحكين على العالم بها. فالعراقيين مو مضحكة لا إلك ولا إيران. اليوم وصلتنا معلومات انه امريكا عدت العده وجابت الدواعش وخلتهم بالصحراء ولبستهم غير لبس وتدخلهم حتى تركب الموجه. احنا لا نريد ايران ولا نريد امريكا، نريد حكومه عراقيه من ارث السومريين والبابليين، زين؟ بس لازمنا سلميين ومنطيهم وقت، لان دماء مرخصتك، اما دماء العراقيين ما تذهب سدى، دماء شهدائنا ما تذهب سدى، حقوقنا نريدها، زين؟ اما الاحزاب ومن يدعم الاحزاب، من قلكم انتم يا به انه اغبياء؟ لا، انتم وصلتوا مرحله من الغرور، كانما العراق راح. لا عم، هذا العراق، هذا ابن العراق، اذا احنا متنا هذا لكم الاحزاب، فعن بكره ابيكم ما لكم وجود بالمنطقه ولا بالعراق. واما امريكا، احذر امريكا اذا جابت الدواعش بلباس اخر، والله نهايتها بالعراق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل البارع عز وجل الرأفة والرحمة لشهدائنا شهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا والخلاص للأسرى المفقودين أو المختطفين. يعني تعليقا على ما ذكرت، الشعب ما راح يقبل إلا بتغيير الأحزاب الفاسدة اللي أثبتت فشلها على مدار 16 سنة، اللي ما قدمت أي شيء. إحنا ما نريد بس نطالب بتغيير قانون الانتخابات أو تغيير المفوضية وقانونها، لا، إحنا كشعب وكمتظاهرين خرجنا معتصمين على الحكومة، ليست حكومة مؤسسات، بل من يدير هاي المؤسسات من الأحزاب اللي أثبتت فشلها كما قلنا. الشعب ما راح يقبل تغيير بس الفاسدين، لا، بل الأحزاب اللي براهم واللي تسندهم هي، واللي الحكومات اللي تدعمهم اللي معروفة حكومات إقليمية ما تريد إلا الخراب للعراق. والشعب باقي معتصم لحد التغيير، وإحنا راح نكون هنا بساحة الاعتصام وبسلميتنا إن شاء الله راح نغير هذا الوضع، وما راح يبقى هذا الشيء مستمر، لأن إحنا تعبنا، صارنا 16 سنة أي تغيير ما شفنا منكم، أي إنجاز ما شفنا، وباقين إن شاء الله. سابع سابع كلكم نصابة، فوزوا ينسى اللي جابه، يغير رقم يسيد بابه، دولين ما بيهم غيره، دولين ما بيهم غيره، دولين ما بيهم غيره، دولين ما بيهم غيره، ما نريدكم عم، ما نريدكم شباب. حرير هاي الليالي المضت وخاصة أيام المعركة على الجسر، يعني مواقف كشاعب Come on.
كل لهم ما ندقش مرهاي الأحزاب غيروها كل لهم واصل حدها وصورة فرعون نزلوها أي كافي ناهبة الواد مرتاح تعيش بشم ريحة زلم من تدخل التحرير اي والله كلاشينكوف والقناص يرمي وابد ما يردوا بجيشك كانت سيوف ونبل ورماح يعني مسلحين وبالحرب خسروا وهذول بلا يسيف ولا كلاشينكوف والقناص يرمي وابد ما ردوا ما خافوا مسيل الدمع والدخان تلثموا بالعلم وبريحته اشتموا تشم ريحة زلم من تدخل التحرير وبالخضرة تشم ريحة الانهزموا اليوم ما نزلوا صعدتهم الغيرة على الوطن مولاي ما لموا غنائم بالعكس انطوا يلا الله يرفع الله